السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة، جولجي أباريتس and لايزوزوم، استكمالا للممبرينس أورجانيلز. الجولجي أباريتس، الجي كابيتال ده عالم اسمه جولجي، هو اللي اكتشف الاباريتس، الجهاز المسؤول عن السكريشن. It's a major organelle concerned، مسؤول عن سكريشن. الصورة دي دايجرام بتوضح العلاقة اللي ما بين الرف endoplasmic reticulum والجولجي apparatus. خارج من الرف endoplasmic reticulum transfer vesicle ودخل جوه الجولجي apparatus وخرج secretory vesicle. الجولجي apparatus زي أي أورجانيل لازم يكون permanent في الخلية، بس بيكون موجود بكثرة أو well developed في الخلايا المسؤولة عن السكريشن، secretory cells. الصورة دي diagram شايفة خلية، الخلية السيتوبلازم بتاعها deeply basophilic وفي جزء مش واضح انه مصبوغ او very faint. طيب احنا اتفقنا مع بعض احنا عايزين نربط الشكل بالوظيفة. لو انا عندي خلية السيتوبلازم بتاعها deep basophilic، ايه اللي خلاه basophilic؟ ان يكون فيه اسيد. طب ايه الاسيد اللي موجود في السيتوبلازم؟ الار ان ايه اللي موجود في الرايبوزوم. طب الرايبوزوم بيعمل ايه؟ بيصنع بروتين، يبقى هذه خليه مصنعه للبروتين. امال ايه الجزء الفاتح ده؟ ده الجولجي اباريتس وهو مصبوغ بالهيماتوكسلين اند ايوسين، بيبان فاتح، فمكانه بنقول ده مكان الجولجي اللي مش واضح، بنسميه negative Golgi image، negative Golgi image. طيب الصورة دي ايه يا ولاد؟ الصورة دي light microscopic picture، شايفة ايه؟ شايفة خلايا، الخلايا السيتوبلازم فيها بيزوفيلك، الأسهم البيضة دي مكان فاتح، المكان الفاتح ده مكان الجولجي اللي ما تسبغش، فعشان كده بنسميه negative Golgi image. عايز تشوف الجولجي أباريتس اصبغه بصبغة خاصة اسمها السيلفر. ده سؤال MCQ question بيقول لك خلية اسمها البلازما سيل. Negative Golgi image is evident when stained with. امتى بشوف النيجاتيف جولجي image؟ لما باجي اصبغها بإيه؟ الإجابة هيماتوكسلين and eosin. طيب عايز اشوف الجولجي اباريتس بصبغه بالسيلفر وبرمز له بـ AG. السيلفر بيصبغ الجولجي اباريتس باللون البني وبيبان على هيئة حبيبات granules او fibrils شعيرات. مكان الجولجي فين؟ والله لو انا سكريتري سيلز، الرسم اللي الخليه اللي انا رسمها دي خليه، تمام، الخليه دي هتطلع سكريشن على السيرفيس ده، فربنا سبحانه وتعالى يحط لك الجولجي ابريت السوبرا نيوكلير. يعني ايه سوبرا نيوكلير؟ فوق النواه او ما بين النواه والسيرفيس اللي هيطلع منه السكريشن. ليه؟ عشان يمشي مشوار صغير ويفتح باي اكزوسايتوسيس. طيب أما بالنسبة للخلايا العصبية اللي هتستخدم السكريشن، فور إكزامبل النيورو ترانسميترز، النواقل بتاعة الإمبلسز هتستخدمها، فهنا الجولجي أباريتس هيبقى حوالين النواة بيري نيوكلير. طيب الصورة دي يا ولاد لايت مايكروسكوبيك بيكتشر ولونها بني، يبقى مصبوغة بالسيلفر. عايزة أدمونستريت إيه يا ولاد؟ الجولجي أباريتس. طيب هنا
الجولجي اباريتس موجود سوبرانيوكلير، اهي انا معلمه لك ان ده حدود الخليه، ده النواه وده الجولجي اباريتس البني، يبقى موجود سوبرانيوكلير او ما بين النواه والابيكال سيرفيس. يبقى فول كوماند، الصوره دي لايت مايكروسكوب مصبوغه بالسيلفر عشان اشوف الجولجي اباريتس. طب ده في انهي نوع من الخلايا؟ سيكريتوري سيل. طيب هنا اللايت مايكروسكوبيك بيكتشر لونها بني مصبوغه بالسيلفر، شايفه نواه حواليها البراون ده الجولجي اباريتس. يبقى جولجي اباريتس موجود حوالين النواه، يبقى الخليه دي نيرف سيل ستين باي سيلفر. صبغتها ليه؟ عشان اشوف الجولجي اباريتس. الاورجانيل ذات از ستين براون فايبرلز وذ سيلفر، ايه هي؟ الجولجي اباريتس. طب بالنسبه للاي ام بيكتشر، الصوره دي دايجرام، شايفة العلاقة ما بين الـ rough endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. خارج من الـ rough endoplasmic reticulum transfer vesicle، الحويصلات المتنقلة دي شايلة ايه؟ شايلة حاجات خارجة من الـ rough endoplasmic reticulum، بروتين initially glycosylated، حصل budding بالممبرين بتاع الجولجي apparatus واتحركت. اتحركت في اتجاه ايه يا اولاد؟ اتجاه الجولجي apparatus. كأن ده مصنع صغير ودى لمصنع أكبر منه. طيب المصنع الجولجي أباريتس ده عبارة عن إيه؟ مصنع ليه باب يخش منه الترانسفير فاسيكل، هذا الباب اسمه الوجه السيس أو الإيماتيور أو الكونفكس. طيب إيماتيور قلنا I am قبل أي كلمة يعني not، it's not mature. طيب ليه كونفكس؟ لما الترانسفير فاسيكل تبص على السيرفيس ده تشوفه ان هو كونفكس. وبعدين المصنع ده معمول من طوابق كتير، وهذه الطوابق متوصلة ببعض، والسيرفيس التاني اللي هو الماتيور او الترانس او الكونكيف يخرج منه المنتج الماتيور اسمه سيكريتوري فاسيكل او اللايزوزوم زي ما هنشوف كمان شويه. طيب كأن دول يا ولاد اطباق شوربه فوق بعض عاملين حزمه، حزمه يعني ستاك، اطباق شوربه ساسر شيب. اطباق الشوربه بتبقى رفيعه من السنتر والانس بتاعتها بتبقى تخينه اكسباندد، معموله من 3 لـ10 layers أو tubules وconnected together interconnected together متوصلة ببعض. طيب إيه هو الـ EM picture of the Golgi apparatus؟ واحد stack حزمة، saucer sheet زي أطباق الشوربة، flattened vesicles وقلنا إن هو membrane bound، وقلنا إن هي رفيعة في اليومن و expanded ends، filled with low electron dense material. احنا اتفقنا لما اجي اشوف الحاجه بالاي ام بصبغها بصبغه اسمها اوزميك اسيد، لو صبغت الحاجه بتبان لونها اسود، لو ما اتصبغتش بتبان لونها ابيض، و in between بيبقى grades of gray، فهي الكونتنت low electron dense فاتحه يعني. طيب الحزمه معموله من كام سكيول؟ من 3 لـ10، تمام، ولازم يكونوا متوصلين ببعض interconnected. الحزمة دي يا ولاد ليها وجهين، وجه convex أو cis أو immature أو forming، دي اللي بتستقبل ال transfer vesicle اللي خرجت من ال rough endoplasmic reticle. أما الconcave أو الماتيور أو الترانس ده بيطلع vesicle منها، والvesicle دي either secretory vesicle أو lysosome. الصورة دي electron microscopic picture، شايفة هنا حزمة وهنا حزمة من الجولجي apparatus معمولة من السكيولز دهيت، والنص بتاعها رفيع والأنس بتاعتها expanded وليها two phases.
الصورة هنا هاي باور، الصورة دي جميلة قوي عشان نوريك ان هم interconnected together. طيب قلنا بيخرج secretory vesicle اللي هي بتفتح في السيل ممبرين بالإكزوسيتوزيس، أو بتبقى لايزوزوم وجواها إنزيمات هضمة وبتفضل جوا الخلية. طيب لو أنا عايزة أقول ما وظائف الجولجي أباريتس، أولا concentration تكثيف، accumulation تجميع، البرودكت اللي جاية من الرف إندوبلازميك ريتيكولم على هيئة ترانسفير فيسيكل اللي دخلت عن طريق السيس فيس. chemical modification تعديل كيمائي للبروتين by adding carbohydrates و sulfates. secretory vesicle بيبد اوف من الجولجي apparatus من الترانسفيس، وهذه السكريتري vesicle تفضل تمشي لغاية السيرفس بتاعت السيل ممبرين وتفتح باي exocytosis عفوا أو formation of the lysosome، اللايزوزوم اللي فيها الإنزيمات الهاضمة وبتفضل جوه الخلية. نمرة خمسة maintenance of the cell membrane and the surface coat. الوظيفة دهيت هتبقى واضحة قوي لما تشوف الرسمة اللي في الشريحة اللي بعد كده. الصورة دي diagram شايفة السكريتوري فاسيكل يقرب على السيرفس، يفتح يلزق الأول في الممبرين ويفتح والكونتنت تخرج باي اكزوسيتوزيس، يبقى أنا كده زودت أو عملت مانتننس أو صيانة للسيل ممبرين. مانتننس أند رينيوال أوف ذا سيل ممبرين، يبقى الجولجي أباريتس ده سكريتوري أباريتس، وقلنا الـ M بالهيماتوكسين بيبان نيجاتيف إيمج ومحتاج سبيشال ستين اللي هو الجولجي السيلفر، الجولجي ابريتس بيبان بالسيلفر، واتكلمنا على الاي ام بيكتشر واتكلمنا على الفانكشن اوف ذا جولجي ابريتس، وقلنا واحده من الفانكشن ان هو بيعمل اللايزوزوم. طيب اللايزوزوم ده عباره عن ممبرينس اورجانيل مسؤول عن الهضم digestive apparatus of the cell. طيب الصورة دي يا أولاد صورة جميلة جدا، الصورة دي diagram شايفة العلاقة ما بين ال rough endoplasmic reticulum, الجولجي apparatus, اللايزوزوم and the cell membrane. إيه الكلام ده؟ اللايزوزوم نتج شغل two organelles, ال rough endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. الإنزيمات الهاضمة اتصنعت جوه الرف إندوبلازميك ريتيكولم وخرجت على هيئة ترانسفير فاسيكل، دخلت الجولجي أباريتس حصل لها موديفيكيشن وبقت سراوندد بممبرين وبقت اسمها لايزوزوم. طيب ايه الإنزيمز بتاعتنا الهيدروليتيك إنزيمز اللي اتصنعت في الرف إندوبلازميك ريتيكولم؟ فوسفو لايباز، بروتياز، أسيد فوسفاتيز، nuclease and sulfatase. لما يبقى عندي كلمة بتنتهي بايز ASE يبقى بتكسر اللي قبلها، يعني بتكسر الفوسفوليبيد، البروتين، الأسيد فوسفاتيز، الأسيد فوسفيت and so on. تمام. الـ number of the lysosome احنا قلنا الـ organelles بتبقى permanent، لكن بتبقى أكثر في الخلايا الأكولة phagocytic cell، الخلايا الأكولة phagocytic cell. النمبر قلنا بتزيد في الخلايا الأكولة، تمام؟ increase in phagocytic cells اللي هي خلايا الدم البيضاء زي النيوتروفيلز والماكروفيج الخلايا الأكولة اللي موجودة في النسيج الدم. إن شاء الله النيوتروفيل هتاخدوها بالتفصيل، هي الخلية المسؤولة تعتبر هي first line of defense لما الميكرو أورجانيزم يخش الجسم، وهناخدها في البلاد بالتفصيل بإذن الله تعالى، والماكروفيج هناخدها إن شاء الله في الكونكتيف تيشو. طيب هنا أنا عندي كومنت بسيط على الخلية دي، إيه رأيك في الخلية دي كوصف؟ الوصف بتاعها إن أنا شايف إن السيل ممبرين بتاعها irregular. طب ليه السيل ممبرين بتاعها irregular يا ولاد؟ عشان إن أنا آكل حاجة لازم أطلع لها أرجل كاذبة،
سودو كاذب، بوديا يعني بادكل يعني رجل، السودو بوديا الأرجل الكاذبة هتاخد هتبلع المايكرو أورجانيزم ده هوت أو الحاجة اللي عايزة تعمل لها ديجستشن، وبعدين أعمل اللايزوزوم يقابلها ويهضمها. البكتيريا طول ما هي أو أي حاجة فورن طول ما هي موجودة في الدم ومش متاكلة هي مؤذية. لما أعملها فاجوسايتوزس أبدأ أكلها، وده بيبقى ديفنس ميكانيزم للجسم. بعد ما أعملها فاجوسايتوزس اللايزوزوم بيعملها ديجيشن. طيب الألم محتاجة سبيشال ستين، حاجة اسمها هيستوكيميكال ميثود، إكزامبل أسيد فوسفاتيز إنزيم. هنا هنقف دقيقة واحدة نشرح الجزئية دي. اللايزوزوم ما بيبانش بالهيماتوكسلين أند إيوسين، أمال يبان إزاي؟ أنا عندي معلومة إن اللايزوزوم فيه إنزيم اسمه الأسيد فوسفاتيز، تمام؟ لو أنا عندي في المعمل كيت يعمل ديتكشن للأسيد فوسفاتيز، يعني التيشو بتاعنا اللي أنا جواه خلايا والخلايا جواها لايزوزوم واللايزوزوم جواها إنزيم اسمه أسيد فوسفاتيز، لو أنا قدرت إن أنا أكشف عن الأسيد فوسفاتيز، يعني قالك لو أنا الأسيد فوسفاتيز موجود أحط المادة دهيت سي مثلا هتسود، يبقى لو التيشو سود يبقى هنا فيه أسيد فوسفاتيز، ما دام فيه أسيد فوسفاتيز يبقى هنا فيه لايزوزوم. العملية دي اسمها إيه؟ هيستوكيميكال ميثود، بتعتمد إن أنا عارف إيه الحاجة اللي موجودة أو الإنزيم اللي موجود وبعمله ديتكشن، لو لقيته يبقى هنا فيه اللايزوزوم. طيب الإي إم اللايزوزوم عندي لايزوزوم لسه خارجة طازة من الجولجي أباريتس ما عملتش ديجيشن، ولايزوزوم عملت ديجيشن، فهنقسم اللايزوزوم إلى برايمري وسكندري. البرايمري لسه خارجة من الجولجي أباريتس ما عملتش ديجيشن، بتبقى مدورة وسراوندد باي سنجل ممبرين. الكونتنت بتاعها هوموجينس، هوموجينس يا ولاد يعني متجانس، يعني دي لو دي لايزوزوم لو دي لايزوزوم شايفين الأزرق ده، ده متجانس هوموجينس. الصورة دي يا ولاد برايمري لايزوزوم مدورة surrounded with single membrane والكونتنت بتاعنا هوموجينس متجانس. طب هنا EM picture of secondary lysosome، عرفت منين يا ولاد؟ أولا معلش هنا ده primary، ده وده 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 secondary وده secondary lysosome. ليه؟ كلمة واحدة بس heterogeneous غير متجانس، أسود غامق وفاتح، تحس إن هنا في بقى ليه المية، تمام؟ أسود فاتح وجري heterogeneous EM picture of secondary lysosome. طيب الصورة دي تاني. السكندري لايزوزوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن primary لايزوزوم اتحد مع حاجة، اتحد مع ايه؟ والله لو اتحد مع فاجوزوم، نفتكر كده مع بعض ايه هو الفاجوزوم؟ دخول الحاجة جوه الخلية اندوسايتوزس، والاندوسايتوزس قلنا فيه الفاجو سايتوزس كأن الخلية بتاكل، بتبقى ممبرين سيل ممبرين سراوندد بالحاجة اللي كلتها اللي اسمها فاجوزوم، يبقى برايمري لايزوزوم مع الفاجوزوم يعملوا حاجة اسمها هيتيرو لايزوزوم. أمال إيه المالتي فيزيكولر بادي؟ لو أنا دخلت بينو سيتك فاسيكل عملت بينو سايتوزس، اتحاد البينو سيتك فاسيكل مع البرايمري لايزوزوم يعمل حاجة اسمها مالتي فيزيكولر بادي. طيب لو في أورجانيل حصل فيه مشكلة، لو في أورجانيل حصل فيه مشكلة أو كبر أو ما بقاش فانكشنينج أو في أي مشكلة، ربنا سبحانه وتعالى يلفه بفاسيكل، تمام؟ أو بممبرين ويبقى اسمه أوتوفيج فاكيول، يبقى اسمه أوتوفيج فاكيول. الأوتوفيج فاكيول ده يتحد مع البرايمري لايزوزوم ويعمل لنا حاجة اسمها أوتو لايزوزوم، يبقى الأوتوفيج فاكيول يتحد مع البرايمري لايزوزوم ويعمل لنا اوتو لايزوزوم. تاني EM picture of secondary lysosome، مبدئيا كده دي هيترو لايزوزوم. ليه؟
حاجة solid مع أولا هيتروجينس مش متجانس، والحاجة solid وهي مش أورجانيل ولا فيها مية، يبقى ده هيتيرولايزوزوم. طب اللي فيها مية أو فاكيولز كده فاضية كده أو تحس إن هي مليانة مية بنسميها مالتي فيزيكولر بادي. مالتي فيزيكولر بادي طيب هنا أوتولايزوزوم برايمري لايزوزوم اتحد مع ميتوكوندريا ديسترويد. تمام، زي بالظبط يا اولاد الاوتولايزوزوم بيفكرني بطبق الفاكهه لما يكون في برتقانايه روتن عفنت، نعمل ايه؟ هل اقول ان البرتقانه السليمه هتخلي المعفنه كويسه؟ لا لا، المعفن هيعمل ايه؟ هيضر السليم، فالحل الامثل ان انا اخدها ارميها. تمام، فلصحة الخلية لو في أورجانيل، لو في أورجانيل أولد أو بايظ أو في أي مشكلة، البرايمري لايزوزوم يتحد معاه ويبدأ يعمل له دايجستشن ويبقى اسمها أوتو لايزوزوم. طيب نتيجة الدايجستشن، نتيجة الدايجستشن وذر كان اكل شرب ميتوكوندريا اورجانيل بايظ، حاجه اسمها ريزيديوال بادي. ريزيديوال بادي بتفكرني بكيس الزباله. ايه كيس الزباله؟ كيس الزباله فيه حاجات انا مش محتاجاه، ان دايجستبل ماتيريال، حاجات مش مهضومه خلاص، فانا عايزه اعمل ايه؟ هروح مخرجاها بره، فاتحه الباب الشقه ورميها بره. الحل الامثل ان انا اديسشارج الكونتنت باي اكزوسايتوسيس، وساعات كانوا بيسموها سايتوستول كأن الخلية بتتبرز، يبقى ده أحسن فيد. طب في فيد تاني، الكونتنت دي بتأكيوميليت على هيئة حبيبات سميناها لايبوفيوسين بيجمنتس أو إيج بيجمنتس، بتبقى موجودة في النيرف سيل والهارت سيل، بتبقى موجودة في النيرف سيل والهارت سيل. نقف دقيقة في الحتة دي بعد إذنكم. انا عندي حاجات undigestible مش قادرة اخرجها بره الخلية، لو الخلية عمرها قصير 3-4 ايام زي الخلايا الاكولة النيوتروفيل مش هلاقي فيها الجرانيولز، حاجة بديهية. طيب لو انا خلية معمرة زي النيرف سيل والهارت سيل، او خلايا لا يعني هي غير ان هي معمرة هي لا تتجدد، يعني مثلا انت معاك 10 مليون خلية مثلا عصبية هيفضلوا معاك، ممكن تفقد منهم بس طول ما هم عايشين معاك الجرانيولز دي بتكتر لان هي ويست بيتجمع، عشان كده سميناها age pigments. age pigments تمام، كل ما الانسان ما بيكبر كل ما الجرانيولز دي بتكتر. ضاره ولا مفيده؟ هي طبعا بتؤثر على الخليه، بتخليها ما تشتغلش كويس، وكل ما تكتر كل الخليه ما تبقاش قادره تشتغل كويس، فعشان كده الخلايا لما بتكبر قوي في السن الفانكشن بتاعها ما بيبقاش زي ما هي صغير. الصوره دي دايجرام بيقول لك لو انا ده اللايزوزوم والانزيمز والحاجات اللي عملت لها دايجيشن، وفي الاخر عندي حاجه اسمها ايه الريزيديوال بادي، وده اي ام بيكتشر للايزوزومز سكندري لايزوزومز. قلنا ريزيديوال بادي الحل الامثل بتاعها اكزوسايتوز. الصوره دي رائعه، الصورة دي رائعة، بشوف علاقة ال rough endoplasmic reticulum بيخرج الترانسفير فاسيكل، يخش الجولجي أباريتس عن طريق السيس فيس، يطلع على هيئة primary lysosome which is homogenous، يقابل الأوتوفيج فاكيول يعمل أوتولايزوزوم، يقابل البينوسيتيك فاسيكل يعمل مالتي فيزيكولر بادي، يقابل الفاجوزوم يعمل هيتيرولايزوزوم. النتيجة كيس زبالة residual body، يفتح باي exocytosis. طب لو للأسف ما حصلش كده بتتجمع وتعمل حاجة اسمها lipofuscin pigments اللي بنلاقيها موجودة في الخلايا المعمرة أو عمرها طويل أو التي لا تتجدد زي النيرف والهارت. الصورة دي تاني الحل الأمثل إن أنا بفتح باي exocytosis. طيب
لو انا ما خرجتش الحاجه واكيوميليتد ده اكزامبل للهارت ماسل سيل، ودي اللايبوفيوسين بيجمنتس موجوده في اللونج ليف سيلز، الخلايا المعمره او التي لا تتجدد، النيرف والهارت سيل، وسميناها ايج بيجمنتس. ما وظيفة اللايزوزوم؟ وظيفة اللايزوزوم الهضم. هضمت ايه؟ هضمت اكل، هضمت بكتيريا او اي سوليد بارتيكل مضرة، فيبقى ليها ديفنسيف فانكشن. فلويد اورجانيل بايظ، ولما اعمل دايجشن لاورجانيل بايظ انا بمنتين السيل تبقى هيلثي. autolysis after death بعد عمر طويل في طاعة الله، البني آدم لما بيموت الـ pH بتاعته بتقل، فاللايزوزوم اللايزوزومز بتفرقع وتبدأ تعمل digestion للجسم كله، التحلل الذاتي autolysis. help the sperm to penetrate the ova. بصوا هنا الرسمة دي يا ولاد الصغنونة دي، هنا البويضة وهنا السبيرم. عشان يحصل fertilization تخصيب أنا محتاجة كام سبيرم عشان يحصل تخصيب؟ محتاجة ملايين من السبيرمز. ملايين يا دكتور؟ آه ملايين هيساعد واحد يحصل penetration في الأوفا ويحصل fertilization، لأن الوول بتاعت الأوفا is thick، محتاجة enzymes تعمل لها digestion. الـ head of the sperm بيبقى شايل lysosomes، اللايزوزومز تنقر في الوول بحيث واحد يقدر يعمل fertilization. تمام؟ In the thyroid gland breaks inactive hormone to active one. فاكرين لما شرحنا مع بعض الفينوسايتوزيس في أول محاضرة، قلت لك إن الثيرويد جلاند ربنا سبحانه وتعالى بيخزن الهرمون اللي اسمه الثيرويد هرمون على هيئة حاجة اسمها الكولويد. لما أحتاج الثيرويد هرمون بيحصل بينوسايتوزيس، والليزوزوم الانزيمز بتشتغل على الكولويد دهيت وتخرج لك الفري هرمون اللي هو T3 وT4. ايه الميديكال ابليكيشن بتاعنا يا اولاد؟ لو عندي انزيم لاك مش قليل او مش شغال كويس اسمه السلفاتيز انزيم، اتفقنا مع بعض ان السلفاتيز هيكسر السلفيت. طب لو ما عنديش سلفاتيز السلفيت هتزيد. السلفيتد كومباوندز لما بتزيد بتانترفير مع الفانكشن بتاعت الخلايا. انهي نوع من الخلايا؟ النيرف سيل. النيرف سيل MCQ question: fusion of autophage vacuole with lysosome is called autophagolysosome او autolysosome. كده الحمد لله خلصنا الجولجي أبريتس واللايزوزوم. إن شاء الله المحاضرة الجاية هنكمل السيتولوجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.